عيون السما الزرقة في ليل أسيوط تنور قلبك الدافي كما الزلوط وتزرع فيها وتربي كشجر التوت هقولها لك وانا واقف بعلو الصوت بحبك حب ميكي لعم بطوط ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. الله يا ابو وديع الله ما شاء الله ايه الكلام الجميل ده بمناسبة الشعر الجميل اللي انا ما فهمتش منه ولا كلمة. حضرتك بتاخد شاي وكيك ولا شوكولاتة وقهوة؟ يا مدام قلت لك 100 مرة اني الشاي وكيك والاستاذ اللي في الفصل الثاني هو اللي قهوة. حاضر يا فندم حاضر من غير ما تزعل نفسك اتفضل. لا ازعل يا مدام ازعل مش كل مرة تضيع لي دقيقتين من وقت الحصة وانا عشان طيب يعني بوقف الستوب ووتش عشان بحبكم. زي غيري جميلة جميلة جدا. قوليت حضرتك تعليها شوية بس عشان هالحتة بتاعت ألف ليلة دي. أنا سامعك سامعك يا مستر. تقصد إيه يعني إنك مش زي غيري وبتحبهم؟ أنا ذنبي إيه إنك هفأ وبتضيع دقيقتين من وقت الحصة في أسئلة الهانم ومش بتحسبهم زي ما أنا بعمل من وقت الحصة؟ صلوا على النبي يا جماعة معقولة هتتخانقوا عشان خاطر دقيقتين؟ في داهية الدقيقتين وحضرتك صحتك من الدنيا ليه بتعمل في نفسك كده؟ يا سلام هو حضرتك خايفة علي؟ لا إطلاقا أنا خايفة تتخانقوا مع بعض أكتر وتضيعوا على أولادي وقت أكتر من الحصة. إخس وأنا اللي كنت فاكر إن صحة المعلم أهم عندك من وقت الحصة؟ قول لحضرتك كده وشغل الستوب ووتش بتاعت الحصة. لحظي كده إن أنا هاجي على الدرس اللي بعده وبالتالي حظلم تلاميذ تانيين مع اني اصلا حاسس اني بصراحه كده هعتذر ان اكمل الحصه دي لاني هفتان وصحتي كده مش مساعداني. ليه يا فندم ليه؟ ليه على ايه كل ده؟ ده صحه حضرتك بالدنيا وادي الستوب ووتش انا شغلها بنفسي. حقيقه لو حضرتك تعبت مثلا لا قدر الله جات لك ازمه قلبيه مثلا او ذبحه صدريه او اتكلت على الله مت مش هعرف اتصرف مش هقدر اجيب لعيالي اي مدرسين تانيين لان احنا في موسم امتحانات. يعني حضرتك يعني اعترفتي ان احنا صحتنا مهمه. طب بمناسبه كده يعني شوف لنا حاجه ترم بيها عضمنا. ايوه يا اخي اتكلم كده حلو من الصبح ما تنسيش حضرتك تتوصي باللحوم والاسماك. ولو في صبيت تبقى اتعشت يعني ما شاء الله بتتعشى صبيت. طيب من عينيا الاثنين. وبالنسبه للحوم بقى بتحبوا التسويه ايه؟ تحبوها ويل دان ولا ميديوم ويل ولا بتاكلوها نيه؟ شكلكم بتاكلوها نيه. معلش يا رجاء والله طلباتهم جت فجاه وما كنتش عامله حسابي. والحقيقه انا كمان ما كنتش عامله حسابي انك انت هتيجي وتاخدي كل الحاجات دي. اوعي تكوني متضايقه يا رجاء. لا متضايقه من ايه؟ اعتبريها تلاجتك يا انجي. يا سلام وهي لغايه دلوقتي مش معتبراها تلاجتها؟ لا بسم الله ما شاء الله اخدت كل اللي فيها. فاضل ايه تاني يا انجي؟ فاضل ايه تاني يا انوجه؟ لا ما تفكريش تقول ناقص ايه ناقص ايه. التلاجه خلاص بح ما فاضلش فيها اي حاجه خالص. لا فيها ازازه ميه نص. حلو قوي يا ريت تجيبيها لي يا جوجو والنبي لحسن انا الميه الساقعه خلصت من عندي خلصوا عليها المدرسين بتوع الصبح. بقول ايه يا انجي ما تاخدي احسن يا حبيبتي التلاجه بشخصيتها كده يبقى اريح. والله فكره بس هتجيبي مين يشيلها يا انوجه؟ هتجيبي مين يشيلها يا انوجه؟ وتشيليها ليه يا انوجه؟ هات العيال يجوا ياكلوا هنا ورجع تطبخ لهم. والله اريح. يا سلام والله اريح يا حبيبتي شبنتي في الجمله خلاص. لا شكلك متضايقه. اوعي تكوني متضايقه يا رجاء. معقوله هتتضايقي ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ روحي انت بس هاتي جهزي الولاد وهاتيهم هنا عبال ما رجاء تكون عملت الكشري والعدس. لا عدس ايه؟ بقول لك يا جوجو انا سايبه جوه الكيس بوفتيك ونفسي فيه قوي يا ريت تعمليهولي. اوعي تكوني متضايقه يا رجاء. هي دي الجمله دي. اوعي تكوني متضايقه يا رجاء من فضلك ما تقوليهاش تاني. طب ما تزعليش نفسك والنبي انا حاسه ان احنا عيله واحده يعني انا اجي اخد اللي في ثلاجتك انت تيجي ما تاخديش حاجه من ثلاجتي سون فاسون يعني. يا سلام يا حبيبتي عيله واحده بحبك قوي يا جو. اوعي تكوني متضايقه.
رجاء اطبخي بقى. بقول لك ايه، بقول لك ايه، انا حاسه ان جالي وصفه ايه؟ كاليكس. يا بنتي ركزي معايا بقى وجاوبيني، ما تخنقنيش. لماذا يزأر الاسد؟ يوه، وانتوا كل شويه تقعدوا تسالوني لماذا يزأر الاسد، لماذا يزأر الاسد، انا مالي؟ ما تروح تسالوا الاسد. يا بنتي حرام عليكي، الاسد يزأر براحته والوزاره تسالنا. اتفضلي شوفي لنا لماذا يزأر الاسد. وانت كتبت موضوع التعبير بتاع فصل الربيع؟ كتبت. اتفضل اشجيني يا فلح. فصل الربيع. حلو. فصل ربيع فصل. ايوه برافو. يكثر فيه الرياح. فصل يكثر فيه الأتربة. فصل يكثر فيه الحشرات. وفيه تغني سعاد حسني، الدنيا ربيع والجو بديع. قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. ارحموني، ذاكروا عيني والا والله العظيم بالعصايه، فاهمين ولا لا؟ ده انا هموتكم. ما تذاكروا. الله بابا. ايه يا كمال؟ صوتي جاب اخر الشارع. حسين حبيبي، انت ايه اللي جابك بدري يا حبيبي؟ هو انا اجي متاخر مش عاجب، اجي بدري مش عاجب. بطل رغي شويه وروح حضر لنا حاجه ناكلها. اوكي خلاص، ذاكر لهم انت بقى لحد ما اروح اطبخ انا شويه. يا دي النيله، هو انا كل يوم اجي البيت ما الاقيش اكل معمول بسبب الزفت المذاكره؟ ترى يا حسين انا اعمل ايه يا حسين؟ ما انت اللي رافض تجيب لهم مدرسين خصوصيين علشان غاليين، وبعدين كمان رافض انك تذاكر لهم، اعمل ايه؟ بقول لك يا كمال، هما مش هيموتوا من قلة المذاكرة، إنما أنا هموت من قلة الأكل. خلاص خلاص هقوم أطبخ خلاص، إن شاء الله مع إنهم ذاكروا. مفيش مذاكرة، مفيش مذاكرة. لا يا حبيبي أنت وهي، في مذاكرة. طب ذاكر لنا أنت يا بابي عشان مامي بتضربنا. إيه ده؟ إيه ده؟ بتضربي الولادة كمالية؟ من إمتى بقيت حسين في ضرب؟ افتحي ايدك. لا ما هو حسين، افتحي ايدك. ما هو اشمعنى انت بتضربني يا حسين؟ ما انت بتضربني على طول. وبعدين بصراحه بقى هي دي طريقتي في المذاكره، مش عاجبكم غيروني. صح، انا هغيرك يا كمال وهتجوز واحده احلى منك وبالمره تذاكر للعيال. لا لا انت فهمتيني غلط، انا قصدي غيروني يعني يجيبوا حد تاني يذاكر لهم، لكن انا قاعده على قلبكم انتوا الثلاثه. عموما اطمنوا، انا جبت لكم حته دي مدرس شامل هيذاكر لكم 7 ايام في الاسبوع 24 ساعه في اليوم. ايه ده؟ جبته منين ده يا حسين؟ ده انا قفشته وهو بيدي دروس خصوصيه في سنتر بدون ترخيص. يعني انت عايزنا يا بابا نذاكر 24 ساعه؟ حرام عليك. انا اتفقت معاه ان عاقبه بالطريقه دي، مش احسن ما احبسه؟ انت كده بتعاقبنا احنا يا بابي. تصدقوا بقى انا فرحانه فيكم انتوا الاثنين، بس ده هياخد كام يا حسين؟ افتحي ايدك. ليه بس؟ افتح ايدك. والله هو في ضابط شرطه بيدفع فلوس؟ صدق صحيح.